لما دانيال اترمى في جب الأسود، دانيال يقول للملك، الملك حاول أن ينجي، تخيل الملك اجتهد اجتهد أن ينجيه حتى غروب الشمس، عارف اجتهد أن ينجيه، يعني قعد يعمل محاولات مع الوزراء ومع المشتكين عليه علشان يلاقي مخرج من الشريعة اللي وقع عليها، ويلاقي ثغرة في القانون، وجاب المستشارين بتاعه كيف ننجي دانيال، لم يجد، مش قعد يحاول مع دانيال، لا ده قعد يحاول مع الوزراء والمستشارين عايزين نوجد مخرج علشان دانيال لا يلقى في جب في جب الأسود. عارف دانيال هو زي يوجد، نعم، إلهي الذي أعبده قدرة على أن ينجيني من الأسود. أنا في مرة عدت أعمل دراسة لعدد الأسود الموجودين في الجب، تخيل الخنزار، تخيل يكون ممكن يكون كم أسد في الجب، على الأقل 3000 أسد. yeah. على الأقل، لأن اللي طرح في أتون النار المتقدة مين؟ شدرخ بعد، لا لا أتون مظبوط، اللي في جب الأسود بعد ما خرج دانيال. الذين اشتكوا على دانيال. طب عدد المشتكين على دانيال كم واحد؟ كانوا 120. طب ال 120 واحد المشتكين طرح لوحدهم ولا هم وزوجاتهم وأولادهم؟ وكانوا أوثان، ما كانش واحد بيكتفي بزوجة واحدة، فعنده 2-3 زوجات، وعلى الأقل كل واحد عنده 5 أطفال. فلما تجمع عدد اللي طرحوا في جب الأسود على الأقل 1000 شخص. الأسد لو جعان هيأكل 20 كيلو بس، جعان جدا، يعني لو كل شخص وزنه 60 كيلو، يعني كل 3 أسود هياخدوا شخص. فعندنا 1000 شخص اترموا في جب الأسود، يعني 3000. التلات تلاف أسد دول قدروا يعملوا في دانيال ولا حاجة. إيه ده كله؟ كانت أجمل ليلة في حياة دانيال ليلة جب الأسود. والليلة دي عملت تغيير كمان نبوي جوه دانيال. دانيال اتغير من بعد ما طلع الجب الأسود، رسالته اتغيرت، بقى عنده رؤى وإعلانات نبوية سماوية تتكلم عن أحداث أحداث يعني مستقبلية رائعة. عزيز المشاهد، يمكن مرات الضيقات أو الاضطهادات تظن أنها بتعطلك وحاجة بتخنقك، لكن من وراء كل ضيق هناك مجد إلهي غير عادي، الله يصنعه في حياتك.